نبتدي النهاردة مع أول سؤال معانا. من هو قاطع الرحم الذي لا يستجاب دعائه؟ هو الحقيقة جاء التوجيه في نصوص الشرع الشريف بضرورة الحرص على صلة الأرحام، على الحقيقة جت على وجه العموم، وجاء التوجيه بيها في القرآن الكريم كما في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. كمان جه التحذير الشرعي الشديد من عملية قطيعة الرحم، والشرع جعله من الأمور المحرمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني شوف، تقطعوا دي اللي جاية، حتى الصوت القرآني بيعبر عن مسألة إصرار في قطيعة الرحم. الله يقول: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللي بيسعى إلى تقطيع صلاة الأرحام يسير في دنياه على غير هدى، ده أعمى البصر والبصيرة، خلاص بقى ما هو ماشي على هواه، فلان أحسن إليه يحسن، فلان أساء يسيء، بل ويزداد في الإساءة ويصر على القطيع ويخالف الأمر الإلهي. لذلك جاء هذا التحذير الشديد اللهجة في القرآن الكريم من قطع صلاة الأرحام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. ورد كمان في الصحيحين عن جبير بن مطعم إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يدخل الجنة قاطع، لأنه مصمم، وهو يعلم ان في تحذير شديد في امر بصله الرحم، وفي تحذير بالاصرار على ذلك ومخالفه الامر الالهي وانكار هذا الامر. والحقيقه انه لا يدخل الجنه قاطع، يعني الحديث ده بيديك معنى، زي ما وضح شراح الحديث، ان المراد هنا هو في عدم دخوله الجنة، أو عدم دخول الجنة للشخص ده اللي استحل القطيعة وأنكر صلة الرحم، أو إن المراد إنه مش هيدخل الجنة قبل ما يحاسب ويعاقب على قطيعته تلك. والحقيقة إنه فصل وبين العلماء حكم صلة الرحم، وقالوا إن صلة الرحم الواجبة بتكون في الرحم اللي هو إيه، المحرم فقط. فإذا اللي ربنا حرم إن أنت تقطع هذه الصلات، وحرم على الإنسان إنه يقطع هذه الصلات، اللي ممكن يقطعها الإنسان في الحالة دي هيكون آثم، وهذه تكون كما ذكرنا أو كما تعلمنا وقلنا قبل كده في حلقات أخرى، إنها بتكون اللي هي في الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، الأعمام، العمات، الأخوال والخالات، الأخوة والأخوات، الأولاد بقى ذكورا وإناثا، هؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم، يجب أن أنا أوصله، ويبقى حرام علي أن أقع في القطيع. طب أما الرحم غير المحرم، يعني هنقول ده فمن السنة، من المستحب صلته. أما بخصوص عدم إجابة دعوة قاطع الرحم، الحقيقة أنا لم أقف على شيء سوى أثر رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، إن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كان جالسا بعد الصبح، بعد صلاة الصبح، في حلقة، قاعد في حلقة علم يعني، فطالب سيدنا ابن مسعود طالب
وهو كده في هذه الحلقة، قاعد كده في المجلس ده وحواليه ناس، حواليه طلابه، فبيقول طالب كل قاطع رحم إن هو يقوم من عنده. كل واحد منكم اللي قاعد هنا قاطع رحم ويقوم. ليه؟ لأنه كان يريد أن يدعو، وقال إن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم، يعني أبواب السماء دي هتكون مغلقة قدام اللي قاطع رحم. وكلام سيدنا عبد الله بن مسعود قد يكون يعني من باب اجتهاده هو الشخصي، يعني اجتهاد من سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه عشان يبين فضاعة هذه الفعلة بقطيعة الصلات التي أوجب الله تعالى وصلها، وإن هو بيقطع ما أمر الله تعالى به أن يوصل. نسأل الله السلامة.